العقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة العمليات بالمرور قال إنه تم حصر حوادث المرور خلال 4 أشهر، وكانت المحصلة كالتالي: وقوع 259 حادث نتج عنها مقتل 635 شخص وإصابة 108 شخص آخرين، تم نقل جميعهم إلى المستشفى. انتقل رجال المرور إلى تلك الطرق التي وقعت عليها وتم إزالة يعني مخلفات وتداعيات هذه الحوادث. معايا على التليفون اللواء محمد حسني الخبير الأمني والمروري. سيادة اللواء مساء الخير. تشرفنا عمرو بيه، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. من وجهه نظر سعادتك، ايه السبب الرئيسي في وقوع هذا الكم الكبير من الحوادث المروريه في ال4 شهور الماضيه؟ تحسن الطرق بشكل عالي في الفتره الاخرانيه نتج عنه ان الطرق بقت بتسمح بالسرعات العاليه. بالاضافه الى انعدام الوعي المروري والسلوك المروري بالنسبه لقائد السيارات. وده دور يعني كبير جدا على وزارة الداخلية، لان احنا المفروض ان القصة مش قصة تجديد قانون ولا تغليظ عقوبات، بل بالعكس. يعني زي ما النهاردة مؤتمر المرور المعمول في الشرطة المتخصصة والإدارة العامة للمرور بيتكلم ان احنا لازم نبدأ الوعي المروري من بدري. أكبر مشكلة عمرو بيه في المحوادث المرور انعدام الوعي، الاستهتار بالآخرين. النهارده معظم الطرق اللي تم فصل النقل واستحدث بها طرق خدمات حوادث عليها أقل من 100 مرة من الطرق اللي مسموح فيها النقل مع السيارات الملاكي. احنا كمجموعة من ضباط الشرطة اللي خرجنا من خدمة وكنا معظمنا شغالين في المرور بنفكر حاليا نعمل زي كتيب وننسق مع التربية والتعليم بعد اخذ اذن من الوزارة وزارة الداخلية ان ينتشر الفكر الوعي المروري ابتداء من ابتدائي وكي جي 1 واعدادي وثانوي، وتشدد اختبارات استخراج رخصة القيادة. طب يعني سيادة اللواء، يعني حضرتك أشرت إلى تحسن الطرق ومستوى الطرق بشكل عام، وده اللي خلى الناس بتجري على الطرق وخاصة الطرق السريعة. يعني أشرت إلى قلة التوعية. طيب ماذا عن الرادع القانوني؟ ماذا عن العقوبات؟ هل تحتاج إلى إعادة نظر للمخالفين طبعا؟ من رؤية لقانون المرور الجديد، إذا اتخذ العقوبات بالنقاط بحيث ان انا لما ارتكب عدة مخالفات تتسحب مني رخصة القيادة نهائية وما سوقش لمدة شهر وتصعيد 3 4 وتشدد العقوبة ويتم متابعتها، اعتقد ان دي هتقلل من الحوادث. انا بشكرك شكرا جزيلا. ابسط حاجة برضو عايز اقرر حضرتك تاني، اتفضل. لازم الوعي المروري نبدأه من النشء من هو صغير عشان نحترم المرور عند الكبر، ما نلقيش المسؤولية كلها على وزارة الداخلية. ده صحيح. اشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد حسني الخبير الأمني والمروري.